يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مر في الدرس أن كل بني آدم مخلوقون من المني إلا آدم، فهل يلحق عيسى عليه السلام بآدم؟ مخلوق من أم، مخلوق من أم حملته وولدته وأرضعته، فهو مخلوق من أم، لكنه ليس له أب، إنما وجد بالكلمة، وهي قوله تعالى كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولذلك عيسى يسمى كلمة، كلمة الله، لأنه وجد من غير أب، وإنما بالكلمة، وهي قول الله له كن، لما قال له كن وجد وكان. نعم.